دي طوحنا الكل. لونسيان جوارير اعطيني اونسيان جوار موجود في جمعية الكل بعدينا النجاحات اللي عملتها جمعية تونس الكل ولونسيان جوارير الكل يا ولدي بعدينا في, 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 في كلامك احمد برشيدة نحس فما حسرة وحرقة على عدم وجود احمد برشيدة مثل اليوم مسؤول في نادي البنزرت. يا ولدي ما تنجمش تكون الخطر المسؤول يخاف منك ميساعدهمش ميساعدهمش راك انت تدخل كي يجيك حمدي مدن بيبوسك انت مبوسوش هو يركب له السكر. احنا يولدي محبوبين الناس كل تلمنا والناس كل نحبوا بعضنا وكي نهبط لسفاق اسمت الله فلان وفلان 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 مختارضين وفلان فما مركب جيل منزا جيل كذا الناس كل تحبك وتقدرك علاش تاريخك باهي تاريخك نظيف هم المسؤولين ضد الناس المعروفة والمحبوبة واللي قدموا حاجات هو هو, هو هو أحسن كلمة أو مش نجيك ستارق أحسن كلمة نجم تتقال في الموضوع هذا المسؤول القوي ما ينجم يتعامل ويجيب كان كان القوي صحيح والضعيف والفاسد ما ينجم يتعامل باش نعموه باش نعموه هذا هو احنا عثمان جنايح شد شد ليطوال صنع لنا قدماء لاعبين موفامبيك كذا وكذا باش الجمعيه سي عثمان فهمت شوف رجولية شد ليطوال يسال ما يسالش هيك ثقافه كرويه عثمان جنايح مروان الجيل الذهبي هذاك مع الجزيري في الاستيار اسمه كذا علاش هذا هو زياد الهز كوب دافري حتى جوار من نجم يحكي معاه ولد الفستير هذا شامبيونال ولا ما هزش يا ولاد اهل الذكر لموهم يعطيوك بولاد جمعيه راهو دمو يعطيهولكم واضح تو زاد احمد حكيها لي زونسيان جوار راهم عندهم دور كبير نحن ماذا بينا نحيوها كالجبه نتاع اونسيان جوار اللي ولا اونترونور اللي ولا كذا ودرا شنو حاسين بو انا بالمناسبه هذه الرئيس تاع الملعب التونسي يلف لي زونسيون هاو جايين هاو جايين طارق هاو جايين مش نحكيو على رئيس الملعب التونسي ولا قدام الملعب التونسي وايضا مش نحلوا ديبا بينك انت واحمد برشيدة خاصه احمد برشيدة اللي يعتبر عنصر بارز ومهم في قدماء المنتخب الوطني التونسي وحقيقه انا او نتوجه امام الكاميرا بكل عبارات الشكر والامتنان لهذا الشخص لان احمد برشيدة وين مش وين نتصل به يعني كنا حتى سابقا برمجنا مباراه كبيره وفي على مستوى احتفال كبير لكن وقتها جات لا فلسطين فلسطين يعني اجلت الموعد الى ان شاء الله تنعاودوا نبرمجوها يعني قدام المنتخب وانت تتصل بهم يقول لك احنا حاضرين اش بيكم نحبوكم تجيونا مرحبا نجيو نحبوكم الناس قاعده تتجول الناس قاعده تمشي الناس قاعده تعطي على الاقل اليوم اذا كانوا مش مسؤولين ومش بلايصهم في جمعيات ولا في منتخب ولا غيره هم على الاقل قاعدين يعملوا في افاده كبيره اللي هي لمه الاحباب لمه جيل مصافحة الناس فما شكون يحب من مواطن عادي يحب يتمنى يشوف احمد برشيدة فما شكون يحب يتفرج ويشوف احمد طارق بن احمد فهمتني يعني انا يا احمد سيدي احمد ومختار زوين تحيه كبيره ليهم وبارك الله فيه انا الاسبوع الفارط شاهدت طارق بن احمد في العمر هذا والله العظيم والله العظيم مروان واحنا هاو لحد ذا ان شاء الله في الهادي نايفا وطن استدعاكم وتجيو تتفرجوا والله العظيم طارق بن احمد في العمر هذا بذلك الشعر الأبيض لا يغرك شعره الأبيض ولكن في جرابه الكثير كما يقول المعلق بالرسمي يعني كرة صحيحة بسط في بلايسه ما وقفتش على سبور مش نورمال الراجل ما شاء الله معناه في العمر هذا راه والله يعطيك تخيل من بشر والله وتوجين نهار لحد وتتفرج في طارق بن احمد كيفاش يكوت تراجع الموضوع خويا انا تونس مغروحي اسمر ونصح والله شامبيونال تونس الريتم تاع تونس ورحمه بابا في العمر هذا اقسم بالله نعدي عامين ما نقبلش ثلاثه بونتوات وراس خويا تاق في الكره تجي هو جارديا بيت النوم تاعو جانا واحد ان فرونسي اسمه لوك الملعب التونسي ما نعرفش يمكن يتذكروا مروان اي ان فورماتور حكينا يحب لي زونسيان جوار حكينا على لي زونسيان جوار تاع برايتون في انجلترا قال لك لي زونسيان جوار تاع برايتون نهار السبت يمشيوا للوليدات الصغار في المكاتب يدوروا يعطيوه في دروس دروس معناها ديونتولوجي نتاع الجمعيه نتاعها شوف معناها لي زونسيان جوار اش قاعدين يعملوا حتى ونحن لي زونسيان جوار شوف كيفاش يعملوا بيهم ما لعبناش كوره في اليوروب ما فهمتش المسؤولين الضعاف هذوما المسؤولين الضعاف نعاودها مسؤولين الضعاف يا ولدي اقوى بولدك بولدك اللي جاب لك تيتروات وفرحك وعلم لك الفرحه ما ينساش كيفاش يتعدى خدم ناس الناجحين يا ولدي تخدم ناس فوشالات باش يجيبوا لك الفشل يا ولدي خدم ناس هزت لك تيتروات عملت الباهي الناس تحبها خدمهم
اقرب لهم حتى لو خلينا ندوله كلمه المساعده حتى سامحني حتى مالك حتى كلمه حتى لي غارد ماتريال في الاوروب يكون اسمه كون اونسيان جوار بيدخل في السير هذيك على اونسيان جوار